نيجي هنا ونحط البريد الإلكتروني على طول. دي وسائل الدفع يا جماعة، طبعا مش هتلاقوا هنا باير، يعني هي ادفو كاش اهي اخر واحدة. بص هنا، ننزل هنا، هي دي المحفظة اللي عملناها، تمام، وهندوس يشتري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم يا شباب في شرح جديد من قناة تايجر ويب. الحقيقة من ساعة الحلقتين اللي انا عملتهم، اول حلقة اللي هي ازاي تستخرج الاسايم بتاعت فيسبوك، وبعديها على طول حلقة عمل اعلان ممول فيسبوك مجاني اللي هو البين المديونية بتاعت الفيسبوك، يعني زيها زي الاسايم، ممول مجاني. من ساعة الحلقتين دول وفي ناس كتيرة جدا جدا طلبت مواقع لبيع الحسابات الفيسبوك، اذا كان الحسابات دي روسي ولا امريكي او البلد بتاعتها. والنهاردة جبت لكم موقع ممتاز جدا. الحقيقة انا اتأخرت شوية لكن غصب عني كنت مشغول، وكمان المواقع دي مش كلها بتبقى متاحة، يعني في موقع ممكن يكون الحسابات بتاعته بتخلص بسرعة، فبالتالي موقع من ناحية الفيسبوك بيبقى راكن موضوع الحسابات، تقدر تشتري منه انستجرام، تويتر، يوتيوب، اي حاجة، لكن الفيسبوك مش مهتم بيه قوي. انا جبت لكم النهارده موقع ممتاز جدا وبيهتم بحسابات الفيسبوك، وكمان ليه دعم للموضوع ده، لان انت ممكن تشتري الحساب يطلع فيه اي مشكلة، تيجي تفتحه ما يفتحش، يجي تفتحه يقفل معاك، ايا كان. لكن طبعا حكاية انه يقفل معاك دي ممكن تكون غلطة من عندك، يعني ادام الحساب روسي لازم تكون مجهز معاك الفي بي ان اللي انا شرحته قبل كده، اللي هو المجاني، اللي هو الحلقة بتاعته فينا. لا إله إلا الله، نسيت الحلقة فين؟ خلاص يا جماعة، هي الحلقة هتظهرلكم فوق في الشاشة، وأسيبلكم في شاشة النهاية، وأسيبلكم في أسفل الفيديو، لأن أنا مش لاقيها دلوقتي. تمام، لازم تكون معاك الفي بي إن ده، وزي ما تقول أنا هسيبهولك في الحلقة اللي شرحت فيها البرنامج. تمام، ايه الخطوة اللي بعد كده؟ انا الحقيقة دورت كتير على مواقع ممكن تستلم وتاخد حسابها عن طريق البيير، مفيش، لان بيير مش روسي، بيير موقع اجنبي، والمواقع اللي انا بدور عليها دي عايز الدفع فيها بالروبل. ليه بالروبل؟ لان انا عارف ان الناس اللي معايا على القناة معاهم روبل، لكن مش هيدفعوا فلوس عشان يشتروا حسابات فيسبوك، هم يقدروا يجمعوا الروبل، ومواقع تجميع الروبل عندي موجودة، ممكن تقدر تجمع من أي موقع. كل اللي أنت عايز تيجي على القناة بتاعتي وتخش في قائمة التشغيل وتجيب مواقع ربح الروبل الروسي، هتلاقي عندك 22 فيديو اهوت، هتلاقي المواقع اللي أنت عايزها. فهنا أنت هتشتري حساب بشكل مجاني، الحساب بيبتدي معاك من 9 روبل، 10 روبل، 22 روبل، لغاية الحسابات العالية اللي هي ب 200 روبل وكده. احنا كل حاجة احنا عايزين أي حساب وخلاص، أيا كان سعره هنشتري أقل سعر. تمام يا شباب. طيب احنا دلوقتي مش هنعرف ندفع من بير، هندفع من ايه؟ هندفع من خلال المحفظة دي اسمها ادفو كاش. تمام، المحفظة دي التسجيل فيها سهل، ناخد مثلا رابط التسجيل دلوقتي كده ونروح مثلا لموقع تاني. لحظات، التسجيل في المحفظة سهل جدا، هنيجي هنا، الرابط اللي هسيبهولك برضو في المقال اسفل الفيديو هيفتح لك الصفحة دي. هنا بتختار الاسم عادي والكينيا اسمك التاني والبريد الالكتروني، لازم البريد الالكتروني ده يكون شغال لان ده نحتاجه في حاجات كتيرة بعد كده، وكلمة السر. وهنا بيقول لك اسحب التمرين، يعني حاجة كده زي الكباتشا بتسحبها كده وكده خلاص الى اليمين، بتسحبها وبتأكد وبيظهر لك رسالة التأكيد على البريد الالكتروني بتاعك. طيب فتحنا المحفظة ومعناش رصيد، هنبعت رصيد ازاي؟ من البير عادي. كل اللي انت هتيجي كده، نيجي عند محفظة البير، هنيجي عند علامة الإرسال، هندوس هنا اختيارات، هتيجي هنا عند ادفو كاش اللي هي ديت. انت دلوقتي سجلت بالبريد الإلكتروني هناك، انت مش محتاج شفرة إعلانية ولا محتاج أي حاجة ولا محتاج كود، لا، انت بتحط البريد الإلكتروني هنا وبتحط الرقم هنا وتدوس، هيظهر الرصيد هنا في الموقع فين؟ هيظهر الرصيد هنا على طول. طيب نروح بقى ايه على
كيفية استخدام الموقع. هو ده الموقع النهاردة يا جماعة، ده الموقع اللي بيتاجر في حسابات الفيسبوك. زي ما انتوا شايفين هنا أسعار مختلفة، يعني عندك الحساب ده ب 150، ب 159 روبل، الحساب ده ب 139 روبل، ده سعر القطعة واحدة، وده القطعة المتاحة. أو الرقم ده ممكن ما يكونش دقيق جدا، ممكن يكون مكتوب زيرو لكن موجود برضو إن هو بيبيع. تمام، احنا عايزين حاجة كده على قدنا. هنا مثلا شايفين الحساب ده 9 روبل القطعة، هنا يعني الحساب هنا ب 9 روبل. طيب نيجي هنا عند كلمة شراء أو يشتري. تمام، هنا بيقول لك البريد الإلكتروني. إيه البريد الإلكتروني ده يا جماعة؟ ده مش البريد الإلكتروني بتاع حساب الدفع، ده البريد الإلكتروني اللي أنت بتستلم عليه الرسالة اللي فيها بيانات الحساب اللي أنت تشتريه. ما هو لازم يبعت لك الباسورد والبريد الإلكتروني، يعني بيانات الفتح الحساب. طيب أنا معايا مثلا، أجي أخد البريد ده كده، ناخده كوبي. ونيجي هنا ونحط البريد الإلكتروني على طول. دي وسائل الدفع يا جماعة. طبعا مش هتلاقوا هنا باير، يعني هي ادفو كاش، هي آخر واحدة. بص هنا، ننزل هنا، هي دي المحفظة اللي عملناها. تمام، وهندوس يشتري. حددنا طبعا واحد اللي هو هنشتري حساب واحد. هنيجي هنا برضو نختار العملة، وهنا بقول لك هتدفع 9 روبل 28 سنت. بتدوس هنا دفع، هنا بقول لك سجل دخول مرور جديد، يعني عشان يعرف ان انت صاحب المحفظة، انت اللي بتأكد، يعني حاجة للتأكيد الحساب. تمام، هنا بقول لك رصيدك انت 23 روبل، وهيدفع 9 روبل 28 سنت. فبتدوس هنا نعرب عشان نفهم الدنيا. استمر، تم التسديد. على فكرة هو دلوقتي تم التسديد لان انا شاري حساب يعني قبل ما اعمل الحلقة دي ب 10 دقايق. تمام، كنت بجرب الموقع. ممكن يطلب منك تأكيد للمحفظة دي، هتأكد ازاي؟ هيقول لك انت هنا، هيجيب لك رسالة على الشاشة هنا، هيقول لك ايه تأكيد الحساب. انت مش هتعمل اي حاجة، هتسيبها ما تدوس على اي حاجة، هتروح على البريد الالكتروني انت سجلت فيه المحفظة، وهيبعت لك رسالة مكتوب فيها تأكيد. فانت بتدوس تأكيد بيحولك لصفحة تانية، بترجع على نفس الصفحة دي وبتدوس تأكيد وبتدوس استمر زي ما هو، يقول لك هنا تم التسديد. تمام، وبتيجي هنا تدوس استمر. انا بس بشرح الموضوع ده لانه ما جاش معايا، انا كنت متوقع ان الموضوع ده ممكن يجي معايا. تمام، هنا بيقول لك انت تم ارسال الرسالة للحساب بتاعك. كده احنا الرسالة عندنا وصلت. بص بقى هنا بيقول لك مثلا ماذا لو لم تصل الرسالة. بيقول لك يعني تفكر التحكم من البريد العشوائي اولا، يعني لو انت الرسالة ما ظهرتش عندك في البريد العام ممكن تروح للبريد العشوائي. يعني هنا في دعم للموقع، يعني الموقع لو ما بعتلكش الرصيد بتاعك على طول، الحساب بتاعك، انت ممكن تكلم الدعم، وبريد الدعم بيبقى موجود في الرسالة. طيب نروح نشوف الرسالة اللي بعتلنا الموقع. طبعا دي رسالة جديدة، نفتح الرسالة القديمة لان ايه الحساب معايا. زي ما انتم شايفين ده البريد الالكتروني وده الباسورد. ده البريد موجود برقم، ممكن يجي لك بشكل مختلف لكن كل بيانات الحساب هنا. لو في حاجة، ده بريد الدعم، بتدوس هنا وبتكلم الدعم في اللي انت عايزه من هنا. طبعا بتروح على موقع ترجمة، بتكتب بالعربي، تكتب بس الكلام مظبوط بالعربي وهيترجم تلقائي للروسي، وتعالى هنا حط الكلام وحط له معلومات الحساب، هيبعت لك رسالة بالموضوع. يعني الدعم هنا محترم، كل حكاية انه بيغيب شوية. تمام، لو في اي مشكلة بس في الحساب. لكن ارجع افتكر ان انا بقول لك تعالى عند ال، مثلا احنا عايزين نفتح حساب، خلاص احنا معانا حساب وعايزين نفتحه، بنيجي هنا في الصفحة دي، نيجي هنا ندوس موقعي. زي ما انتم شايفين هنا موقعي مصري، يعني امبابة وكده. نيجي هنا نشغل الفي بي ان، هو انا فاتحه تلقائي على روسيا. تمام كده الفي بي ان اشتغل، ندوس كده ريفرش الموقع. لو الموقع علق معاكم كده مفيش مشكلة، هو ساعات بيعلق الفي بي ان هنا، بيلغي النت شوية.
انت مش مضطر انك تستحمل الموقع كتير، انت كل حكايه ان انت بتفتح الحساب بعد كده ممكن تيجي تفصل في بي ان. انا مجربه قدامكم في فيديو الشرح، لكن هو ساعات بيعلق كده، فما تقلقش من تعليقه عادي، انت برضو حاول معاه وهيشتغل معاك. هو ده بس عيب الفي بي ان بالذات لو على الاجهزه اللي هي مش شغاله بار دي بي. ما تنسوش ان الموقع البرنامج ده مجاني. وبكده يا جماعه عرفنا ازاي نشتري حسابات فيسبوك، وعايز اقول لكم على كام نصيحة كده. اللي عايز يشتغل على القسايم هيرجع الحلقة ديت، او عايز يشتغل على اعلانات الممول البين يعني يرجع الحلقة ديت. لكن اول نصيحة موضوع القسايم، القسيمة بتطلع من 4 ايام لاسبوع، ممكن تاخد وقت اطول من كده، لكن هو ده العام يعني. وفي اوقات بيكون فيها تحديثات، فالتحديثات دي بتوقف القسايم، فما تقلقش. الحساب اللي ما ينفعش عليه القسيمة او خلاص انت يأست انه يطلع عليه قسيمة تستخدمه للممول، يعني ما تستخدمش الحساب للقسيمة وتسيبه القسيمة وترميه بعد كده، لا هاته بعد كده للبين اللي هو تقدر انك تعمل من خلاله اعلان ممول مجاني برضو عن طريق البين. ممكن يرجع الحلقة ديت، بس هنا البين برضو ساعات بيتضغط عليه، فالبين اللي هنا ممكن يكون خلص او ضغط عليه كتير جدا، يعني مثلا 700 مشاهدة، لو كل واحد دخل عمل حساب ولا حسابين خلاص خلصت. البين هنا بيتضغط عليه، مش مني انا بس يعني، مش انا بس اللي عارف، ناس كتيرة كمان عارفة البين ده وضغطت عليه، فألوفات الناس استخدمته فبيتلغي. فانا بحاول ان انا اجيب الجديد تملي هنا، فانت تقريبا اللي تابع القناة هتلاقي ان انا بجدد البين او في قسم المنتدى ممكن انشره، مش لازم في حلقة لوحده، تمام؟ فدي اول نصيحة، ان انت الحساب تستخدمه من 4 ايام لاسبوع هنا، طلع القسيمة تمام، ما طلعش القسيمة خلاص يا ابو نستخدم هنا. وخلي بالك لازم وانت بتفتح الحساب الروسي لازم الفي بي ان يكون على روسيا. هنستحمل البرنامج ده حتى لو مش شغال، نستنى شوية عليه مفيش مشكلة، وساعات بيعلق كده عشان مجاني. انت بقى قدرت ان انت تستخدم في بي ان 72 اللي هو المدفوع، يبقى تمام 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 يعني كده القسايمة تبتدي تطلع معاك بشكل اسرع، ومش هتحتاج انك انت على الاقل ممكن تعمل كمان حسابات بايدك. يعني المشكلة ان الحسابات دي اساسا متسجلة في روسيا، فلو جيت انت تعمل حساب برقم روسي ممكن يطير منك، اكيد 90% بيطير، لكن الحسابات اللي احنا شارينها دي اضمن. بس بتتقفل في النهاية، ممكن تتقفل برضو معاك، يعني ممكن من ضمن 10 حسابات حسابين يقفلوا برضو، ما تقلقش، ده تلفيات عادية لازم تاخد عليها وانت شغال في المجال ده، فلازم انت تكون متقبل ان الحساب ممكن يطير منك، تمام؟ انا كده قلت لكم كل التفاصيل والنصايح، وده موقع، وانا برضو هشرح مواقع تانية لشراء الحسابات، بس كل حكاية ان انا بدور على احسن المواقع، وكمان دلوقتي ما فيش بايير خالص، فانا عملت لكم الوصلة اللي ممكن تشتري منها من خلال البايير على ادفوكاش للموقع، مفيش باير خالص لان كلها مواقع روسية، وزي ما قلت باير محفظة اجنبية. طيب كده شرح النهاردة خلص، ولو عجبك الفيديو ياريت ما تنساش تسيب لايك على الفيديو، واشوفكم في شرح جديد من قناة تايجر ويب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.